السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقولي ايه يا يوسف؟ بقول لك يا مس ولادنا، ينفع احكي القصة انا؟ طب ممكن اسال اقول انا بعد كده انت ممكن تحكيها، ايه رايك؟ والله نكمل يا ولاد. هو تفاصيل وانا اقول تفاصيل. انت عاوز تقوله خلاص؟ قول يا سيدي اتفضل. بعد ما عرفوا ان في شائعة ان كل واحد يتولد ممكن هو اللي يكون ايه، يكسر الحكم او يوقع ايه الخليفة من على العرش، ايه اللي حصل بقى؟ قول. ما انا في حتة كنت عايزة اقولها قبل ما تقول انت الحتة اللي هتقولها انت دي، بس ماشي قول يا سيدي ايه اللي حصل وانا بكمل معاك. قول يا يوسف. وبعدها ربنا أمر اللي هي أمر اللي هي حامل إن هي تشرب البيبي بتاعها لبن، وبعديها تاخده في صندوق وترميه كده. فرمت الصندوق دوت في المية، فمشي ومشي ومشي لغاية ما راح عند سيدنا اللي هو جوز اسمه موسى. هيا مس اسمه ايه؟ راح عند جوزة موسى. ممكن اكمل؟ طب انا يوسف عشان خاطري معلش، انا مش سامعاك اصلا. اتفضلي ربنا يرضى عليك اتفضلي يا مس. حبيب قلبي. امي موسى زي ما قال يوسف الشطور ربنا وحلا قال لها رضعي ابنك وارميه في نيل. اليوم خد اللي هو البحر يعني او النهر، أخذ سيدنا موسى ووصله لغاية بيت فرعون، وكانت ساعتها أخته رايحة جاية عمالة تبص عليه لغاية ما عرفت إن هو راح لقصر فرعون. بعد كده حصل حاجة غريبة أوي، فتحوا الصندوق لقوه، وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وألقينا عليك محبة مني. يعني إيه؟ يعني كان أي حد يشوفه كان يحبه. بيبي صغنن جميل عم حاطط إيده في بقه وعمال يضحك شكله جميل، فكان كل حد يشوفه ويحبه. فجريت عليه أم قصدي مرات فرعون، وكانت اسمها آسيا. اسمها يا حبيب قلبي؟ ها آسيا. أسيا آسيا دي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يقال إن هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأنها صبرت على أذى فرعون وماتت في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد فرعون ما عذبها عذاب شديد أوي 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 عشان ترجع عن دين سيدنا موسى وتؤمن بيه هو، ولكن هي رفضت ابدا، ان هي عارفه ان هو لا اله ولا مش اله، ده مجرد انسان عادي، وعارفه ان هو ظالم مستبد، فرفضت ان هي تتبع كلامه وصبرت وعذبها وحرمها. بص يعني عمل معاها اشد انواع العذاب. فكانت الحاجه الوحيده اللي كانت بتقولها يا عيني ايه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنه. هي كانت بتحب الكلمه دي، وكمان كانت بتدعيها كتير قوي. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى يعني بشرها بالبيت اللي هي اتمنيته في الجنة، بل قصر كمان في الجنة. فمنع فرقته تكون يا من مس، نعم يروح عليه. فرقته يا مس لجوزها، فجوزها حط ايديه في خدوده فعض البيبي، فكان عايز يقتله، فقالت له ده صغير مش فاهم، فحتى اديت له نيران كده مشتعلة فخلته ياكلها وكلها فعيط. ايوه، ما القصه فبعد دي جميله برضك يا يوسف. ان سيدنا موسى، اقول لكم يوسف كان قصده ايه. سيدنا موسى حبيبي كان قاعد بيلعب، وكان فرعون قلقان قوي، بس كان كبر بقى، ما كانش لسه صغنن، كان كبر شويه، فعايزين ينفع هيعرفوا هل هو صح. عمل ايه وهو بيلعب الاول؟ بس ايه اللي خلاه يعمل كده وهو بيلعب؟ راح جه سيدنا موسى شده من دقنه وقعه على الارض وهو قاعد على العرش. فكده النبوة اتحققت ان هيجي واحد هيوقعك من على العرش اهو. راح قال لا لازم اقتله، ده هو ده اللي هيوقعني من على العرش. قالت له لا ده عيل لا يفهم حتى الفرق بين الحجر يعني التمر والجمر، ده لو شاف التمرة اللي هي البلحة والجمر اللي هي النار مش هيفرق بيناتهم. راح جه سيدنا موسى قال لا طب هجيب، راح جه فرعون قال لا طب هجيب الاتنين وهخليه يختار، ولو اختار التمر هذبحه. راح جاب قدامه التمر وجمر، نار مولعة مشتعلة
والتمر اللي هو البلح. سيدنا موسى كان لسه رايح يمد ايده على التمر، راح على طول حطها على الجمر، راح حطها على لسانه على طول، يعني خدها حطها على لسانه، مش مسكها حرقته في ايده، لا حطها على لسانه. فايه اللي حصل له؟ لسانه ايه يا عيني؟ اتأذى، فبقت عنده لدغة في لسانه طول حياته. عشان كده لما يعني جات له النبوة، دعا ربنا ان يكون معاه اخوه هارون، وقال له كده: واخي هارون هو افصح مني لسانا، فارسل معي هارون هو افصح مني لسانا. يعني ايه؟ عشان هو بيتكلم يا عيني لسانه في زي لدغة مطرح الحجرة او الكمرة دي اللي حطها على لسانه. فدعا ربنا ان هو ايه، يخلي سيدنا هارون معاه في الرسالة، يبقوا هما الاثنين انبياء لهذه الايه، الامة. بعد كده جه سيدنا موسى كبر، ولما كبر سيدنا موسى حصلت معاه مواقف كتير جدا، هبقى احكي لكم ان شاء الله المواقف دي موقف موقف. المهم في الكتاب بتاعنا بيقول لي ايه: ولأن الله هو الودود طمأن قلب أم سيدنا موسى لما حذفته، وظلت المياه تأخذ القصر فرعون، وعرفنا فرعون رفض، لكن هي فضلت تزن عليه تقول له عشان ما عنديش ابن. فالمهم جت بقى ترضعه، جابت له لبن عشان ياكل، مش عايز ياكل، ويعيط يعيط يعيط، تجيب له مرضعات من كل الناس، ومفيش فعلا مفيش حد فيهم يجي مثلا يتحط حطه على حجرها يقعد يبكي. نعم يا يوسف. انا تيتشا ساجا. نعم يا ساجد. فايه اخت سيدنا موسى، اخته راحت لآسيا وقالت لها إيه؟ قالت لها انا عارفه موضعها، اللي هي يعني امه عارفه موضعها، فراحت فقالت لها هات الموضع دي، وراحت جابت مامتها وقبل منها اللي هي اللي هو ايه تمام يا ساج، احسنت. يبقى انا دلوقتي عرفت ان سيدنا موسى عاش فين؟ عاش في قصر فرعون، قعد ياكل ويشرب وترعرع في قصر فرعون، وكمان امه ربنا سبحانه وتعالى رد ليها تاني، لان حرم المرضع كلهم عليه ما عدا امه، صدر امه هو اللي قدر ياكل ويشرب منه. عشان كده ردها ايه بقى، ربنا بيقول لها ايه: انت كنت خايفه ان هو يتقتل من فرعون؟ لا، ده انت ديك انت عايشه انت وهو فين؟ في قصر ايه؟ فرعون. جميل. نبدا الاسئله بتاعتنا بقى. كيف وصلت الينا قصص من عاشوا قبلنا من ازمان بعيده؟ يلا بسرعه، ها يلا يا يوسف الاجابه. من مخ يا مان. نعم، من الكتاب يا روح قلبي. يلا، كيف وصلت إلينا قصص من عاشوا قبلنا من أزمان بعيدة؟ صفحة كام؟ صفحة كام يا دوب يا سعد؟ الله يرضى عليك. أو أنا صفحتي عنكم متأخرة 63 تقريبا يا يوسف، صح كده؟ تقريبا 63 عندك يا دان. 55. 55. طب 55، يلا. بس هي نفس الأسئلة، لكن الفرق بس في رقم الصفحات والأسئلة. أول سؤال: كيف وصلت إلينا قصص من عاشوا قبلنا؟ ها يلا يا يوسف. علينا قرآن قسمها منها مصطفات المصطفون من البشرة، ها الأنبياء اللي هي ابني والوجود. والرسل صلى الله عليه وسلم جميعا. من هو النبي وإيه هي مهمته يا دان؟ تمام. النبي إنسان لكنه ليس كأي إنسان، مهمته أن يعرف الناس بالله، والله عز وجل ودينه ومنهجه. أحسنت.
يلا يا ساتر، أين ولد موسى عليه السلام وأين نشأ؟ ولد عليه السلام في مصر وعاش فيها ونشأ في قصر فرعون. فهمتي، متى بدأت قصة موسى في مصر؟ دودو، اوكي، نعم، طب انا يلا مش يوسف، ماشي يلا. بدأت بقوم احد الجدد الى مصر، وهو يوسف بين يعقوب عليه السلام. يوسف السلام. من كان يحكم مصر؟ لا ايوه، اطلق اسم اسرائيل على واحد من الانبياء، قلنا سيدنا يعقوب ويعني عبد الله. طب من كان يحكم مصر في وقت ميلاد سيدنا موسى؟ مين يا دان؟ ايوه مع بلال. حضرتك، معلش ايوه يا معلش ريح، معلش معلش مع حضرتك. قال لي كان فرعون يحكمها في ذلك الوقت، وكان ظالما ومغرورا، ويستعبد الناس وادعى انه الاله، وامر الناس بعبادته. شكرا يا روح. ما النبوءة التي شاعت بين بني إسرائيل وسمع بها فرعون؟ يلا يا يوسف، لا سجى. ماشي يلا يا ساجد، أنا ما باخدش بالدور أنا يعني، بس ماشي يلا يا ساجد. إن الله سيسر من نسل إبراهيم نبيا، يكون هلاك ملك مصر على يده، وتربت على ذلك أن فرعون أمر بقتل كل ذكر يولد من بين إسرائيل. طب السؤالين لبعض، اتفضل يا أستاذ خلاص. يوسف، ماذا فعلت أم موسى عندما سمعت بقرار فرعون؟ سمعت عملت إيه؟ أخفت حملها إلى الوقت الدائر، ثم أرضعت مولودها، ثم وضعت بالهم بهم من الله عز وجل في التربة، وألقات به في المياه. خلاص. جميل. بعد كده عرفنا ان رغم طمأنينة ربنا سيدنا محمد لأم موسى، الا انها طلبت من بنتها طلب، ايه هو الطلب ده يا سجن؟ طلبت من بنتها أن تتبع أخاها عليه السلام في تابوت لتطمئن عليه. وصل إلى شاطئ فرعون والتقطه العاملون ليصل إلى يد زوجة فرعون اللي هي آسيا، أحبته ورأت فيه الابن اللي كانت بتتمناه، ورجت فرعون ألا يقتله فوافق على ده. هنقلب الصفحة مع بعض، ما نيجي للأسئلة كده كده، وعايزة سرعة في الأداء، يلا عايزين نحل الصفحة عندكم، هتبقى كام يا دودو صفحة الأسئلة؟ 56. 56. يلا بينا، هسيب لكم فرصة كده 3 دقايق تحاولوا فيه، بعد كده نحلها مع بعض، بس أسرع شوية يلا غيرت عليكم. يا بنت معلش، تودي حضرتك عشان نحل أنهي سؤال في الصفحة؟ نعم؟ عاوزانا نحل أنهي سؤال في الصفحة؟ ألف هاي ولاد، يلا أنا خلصت السؤال. ما شاء الله، خش على التاني. طب يلا صح وغلط،
يا رب يا رب. مثلا انا خلصت السؤال الثاني. تمام ماشي كده، خلصت هي يا يوسف، خلص السؤالين. يوسف يا ساجا، نعم ايوه خلصي تيتشر، السؤالين ألف وب. انا خلصت يا مس. ايوه تيتشر خلصت الف وب. طب يلا بينا نكمل بقى. يا بيقول لي هنا ايه، يلا بينا يا دان. اسم زوجة عطية فرعون، عطية عطية اسم زوجة فرعون ايه؟ عطية آسيا، مش آسيا، آسيا بألف ممدودة. ايه أيوة كده. بنو إسرائيل هم تصل أحفاد مين؟ هيا يوسف، أحفاد مين بني إسرائيل؟ يعقوب. ممتاز. ادعى فرعون أنه إيه؟ إله إله ادعى أنه إيه؟ إله. أمر فرعون بقتل كل من؟ أو كل إيه؟ موالد الذكور، موالد آه الذكور، مولود ذكور. عاش سيدنا موسى في إيه؟ ها قتل آه. فرعون. أيوة قتل من إيه؟ آه. تمام السؤال اللي بعده، أخفت أم موسى حملها خوفا من إيه؟ من من فرعون. فرعون عشان يبقى صح. أيوة. شعر فرعون بقلق من قصة شاعت في بني إسرائيل، إيه هي؟ صح صح. فرح ماشي. فرعون بموسى ورأى الابن الذي تمناه، صح ولا غلط؟ غلط غلط مش غلط. موافق عليه خالص. كان فرعون انا ملكا عادلا صالحا. غلط طبعا غلط. كان طبعا. مغرور ومتكبر. كانت أم موسى تنتم بالله عز وجل. صح. تمام يلا بينا يا دنيا. أني كانت إنسان. أم موسى تؤمن بالله، طبعا كان فرعون ملكا عادلا صالحا ده تبقى غلط، كانت أم موسى تؤمن بالله هنقوله إيه؟ صح. صح ليه غلط ليه؟ قصدي صح والله عبلها صح، بس قلت غلط بالغلط غلط بالغلط. انا اول مرة اسمع الكلمة دي. انا اسمع، انا قصدي بالغلط، مش غلط بالغلط. قصدي كده يا بس. يلا بينا. طيب كل واحد فيكم جاب كام بقى؟ كتاكيتي جبت كام يا دودو؟ أنا جبت 5 من 5 في السؤال الأول، وجبت 5 من 5 في السؤال الثاني. ميتو يا مس. وأنا كمان. ان شاء الله. تمام هنحفظ درس كويس جدا ونكمل بقية الأسئلة واجب إن شاء الله. أشوفكم على خير، استودعت كلها؟ الله. لا لا لا، اللي هو جزء، اللي هو السؤال رقم ده جيم ودال بس. باي. باي يا ولاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.